صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم قول بعض الناس عن الكفار بالآخر؟ هذا من التغطية وتمويع الدين. الكافر ما يقال له الآخر، يقال له كافر، يقال له كافر. المسلم يقال له الآخر، المسلم يقال له الآخر، هذه ما لها مفهوم ولا لها مؤدة. لكن إذا قيل الكافر حصل الفرق بينه وبين المسلم، أما إذا قيل الآخر فقط ما حصل فرق. المسلمون يقولون فلان الآخر أو فلان. كلمة الآخر هذه لا تؤدي ما تؤديه اسم الكافر. نعم.